بسم الله ما شاء الله، بسم الله اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. الوقفة لازم تقف مع الحلال بتاعك، بسم الله ما شاء الله. ما ينفعش أبدا حد ينزل يحط أكل ويحط شرب، سواء أنت الجماعة في البيت عامل شغال عندك، أي حد موجود عندك هيوالي الحاجة. مفيش حاجة اسمها أنا هخش أحط الأكل وغير جرادل المية وأزود المية، تمام، المية القديمة على المية الجديدة، تمام، سواء بقى كانت المية القديمة دي هتوسخ فيها فضلات، الجرادل مش نضيفة الجرادل مش نضيفة وعايزة تتنضف، كل الكلام ده. أنا واقف أهو، بص كده أنا واقف معاهم أهو، ده ما بنشي غير وأنا إيه، غير ما انا فتحت البال اهو، كيس اهو، حته كيس مع الباله بتاعه العرش قدامك اهو، تمام، ما بنتش غير لما فتحتها وهم وقفوا ياكلوا منها، اتنيني واقف معاهم. حاجه زي دي اهو، كيس زي ده كده، انا عمر ما الغنم بتاعتي تاكل الكيس زي دي، تمام. اروح منقي في حته فتله، في حاجه ظهرت في العلفه، مسمار بتاع، اي حاجه، اي حاجه عينك هتشوفها هتصلحها على طول. اللهم بارك. الحاجة التانية تشوف الحيوية بتاعتها، حيوية، مين اللي واقف بياكل، مين اللي راكن. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. شوف الحلاوة والطعامة، شوف الشغل، العرش ابص برضو نفس الكلام اهو. طبعا ده حاجه بتبقى غصب عن لان المكبس لما بيجي يكبس من الارض بيقطع الباله ويروح كبسها، ممكن يكون في كيس طاير، في كيس شيبسي، كيس بلاستيك بتاع، فيعني دي بقى يعني حاجات بسيطه بقى لايه الناس اللي بتهتم. اهو حته كمان اهو، اروح لممها برضو كده وايه، احطها في جيبي، اخدها معايا بره، في حبل، في بتاع، اقف اتفرج على الحاجه كده واواليها واشوف دنيتها فيها ايه. عندك هنا اهو برضو دي انتايه، طبعا زي ما انت عارف الشتاء القوب علشان الرطوبه والميه اللي تحت منهم يعني يبقى في رطوبه، فتلاقي القوب بدا يضرب عندك في الغنم ويضرب عندك في المعيز. القوب ده اللي هو زي اللي انت شايفه ده، النحله اللي موجوده دي، تعمل حته كده فيها قشر كده وبتاع وتلاقي الشعر وقع من عليه، تمام. الميزه ما فيهاش حاجه، ما شاء الله زي الفل يعني، بس ده حاجه بتطلع عندك في الشتاء، تلاقي دايما المعيز بيطلع عندها الحاجه اللي اسمها القوب دي. في مرهم كده اسمه منج سايد، تمام، او مرهم كبريت، ممكن تجيبه من بتاع المبيدات الحشريه او من بتاع اللي هو الاسمده الزراعيه ده، فاهمني. في كده مادة اسمها مادة كبريت بتحضرها، او ممكن تجيبه من البيطري، مرهم العلبة بتاعته لونها ازرق كده، اسمه كده منج صيد، منج صيد ده بتاع القوب. تروح القوبة دي بحتة طوبة، بحتة قلاحة، تروح حككها، تمام، كويس قوي لغاية لما تخر معاك دم. في ممكن تعملها بمية بليمون، في ناس تقول لك زيت وسخ، في ناس تحط عليها جليسرين اللي احنا بنحط على ايدينا عشان القشف في الشتاء، فاهمني. المنج سايد، مرهم كبريت، يعني حاجات كتير خالص، فاهمني، ممكن تستخدمها علشان علاج الايه، الحاجه دي اللي هو اللي قدامك دي. لكن ما شاء الله المعزه ما فيهاش حاجه، ما شاء الله يعني. دي برضو من الحاجات اللي بتطلع عندك وبتبدا تظهر عندك فين، بتبدا تظهر عندك في الشتاء، في الجو اللي هو بيكون فيه رطوبه والارضيه تحت منهم ما بتبقاش ناشفه، برضو بحس فيه نسبه ايه، نسبة رطوبة. ما شاء الله اللهم بارك. اهو يا باشا معيز قدامك، يا الله اكبر، واقفة بتاكل حلويات، اللهم بارك يا رب، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. تقف معاهم كده وتشوف الشعرة بتاعتهم واللمعان بتاع الشعرة، شوف الدلع، شوف شغلك، تملي عينك منه كده، ما شاء الله. دبابات شامية، دبابات شامية، اتفرج كده.
شوية غنم كده الطلوع بتاعنا اهو، خليط سافولك، حاجة يعني من الحاجات المحترمة جدا. دي بنت الذكر اللي هو الطلوع بتاع المزرعة الأسد، طبعا في ناس عارفاه وناس شافته عندي، الناس اللي جت خدت من عندي شغل عارفين. ادي الخلف بتاعه على معيش شامي، مش هقول لك بقى ده ابروسي وبتاع او التقليب، قدامك اهو شوف النتايه عامله ازاي، لسه ربعيه صغيره ما كسرتش ولا سن، الربعيه اهي بص الربعيه عامله ازاي، والله لو عند حد تاني هقول لك عليها ابروسي. انا بقول لك دي خليط وجيل اول كمان، خليط ابروسي بالشكل ده وبالحلاوه دي وجيل اول، يعني امها شامي والاب ابروسي اهو يا باشا، اللون والشعره والجمال لسه ربعيه صغيره اهو ما شاء الله، لو عند حد تاني والله هيبقى عليك انها قبرص. فانت لازم تبقى انت واقف كده فاهمني، يعني دي باكية اهي، دي بتاعت الامهات الكبيرة والغنم الكبيرة، في الباكية التانية محطوط فيها الجديان الصغيرة، وفي الباكية التالتة اللي موقف فيها الطلايق، كل باكية كده تخش تحط الاكل وتقف قدامهم كده 10 دقايق، مش هقولك يعني ببات عندهم، يعني تجيب كرسي كده وتقعد فاهمني، تشغل شوية قرآن جنب منهم كده، يبقى في شوية سلام داخلي كده جواك، يعني تنقب نفسك كده عن الايه هموم الدنيا كلها، يعني الهم بتاع الدنيا كله، تيجي هنا تقعد 5 دقايق الربع ساعة خلاص تطلع من عندهم نظيف كده، وتستقبل الهموم الجديدة بقى بتاعة اليوم اللي بعدنا. هي ماشية كده بسم الله ما شاء الله. بص يا باشا الدبابة الكالهاري دي، الله أكبر الله أكبر، دبابة ايه يعني، برضو احنا ايه ما بنحبش نعرض كل حاجة، لان برضو العين حق، خد بالك يعني، والواحد اتأذى كتير والله من موضوع العين ده. طبعا احنا ما فيش حد اسمه مش مؤمن بالعين، العين انا ممكن اذي شغلي، يعني انا ممكن حاجة ابقى معجب بيها وما اقولش بسم الله ما شاء الله، وانا ممكن انا نفسي انا احسدها، يعني انا ممكن احسد مال انا، عشان كده دايما الواحد متعود لما بيجي يدخل لازم يقول بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، لازم كده حاجه ولدت عندك اول حاجه تيجي في بالك تصلي على النبي وتقول بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، اهم حاجه اهم حاجه، انت نفسك ممكن تحسد ملك والله فاهمني، بس هنعمل ايه، هو يعني هي الدنيا كده، لازم طريقه العرض وطريقه التصوير والكلام من ده لازم تعرض الشغل بتاعك للناس، مش هخبيه يعني. ما شاء الله دبابات اهي، زي ما بقول لك في ناس مشغله عندها عمال، مفيش اهم من نظرتك انت كواحد مربي، في حاجه اسمها سنس كده عارف انت، الواحد كده عنده لمسه كده، لمسه احساس كده، يعرف الحاجه وهي طايره، يبص لها بس، يبص للغنمايه، يبص للمعزاه في عينيها، يعرف هي فيها ايه على طول، اول ما يبص في عينها يعرف هي سليمه ولا فيها حاجه على طول كده، هو احساس كده اي واحد مربي، مش في الغنم بس خد بالك، الناس اللي بتربي حمام واللي بتربي فراخ واللي بتربي بط واللي بتربي ارانب واللي بيربي عصافير، هو متعود على نشاط معين وشكل معين للفرد بتاعه وللمعزه بتاعته وللغنمه بتاعته، في الاكل وفي الشرب وفي الحركه ليها نظام، انت من كل يوم من موليتك ليها كل يوم انت بتشوفها فاهمني، فانت عرفت السيستم بتاعها بيبقى عامل ازاي، بتتنطط وبتشرب وبتجري وودانها عامله ازاي وديلها مرفوع لفوق ومش عارف ايه والكلام ده كله فاهمني، لمجرد ان انت تخش تلقط بس حاجه، وعلى فكره دي حاجه مهمه ان انت تلحق دايما المرض في الاول، يعني ما اصل انت بتربي روح معرضه انها يجي لها مرض، ما افرض سخنت منك جالها التهاب دور رئوي جالها معوي جالها فاهمني، عندها التهابات في العين ممكن تعمل لها سحابه لا قدر الله عينها تروح يحصل لها عم، انت لو انت مش موالي الكلام ده وعينك مش في الحاجه اول باول وايدك مش في الحاجه على طول فاهمني، الحاجه هتبوظ منك، يعني الحاجه هتبوظ منك، فلا يعني ناس كتير بتقول لي انا عندي مزرعه في الحته الفلانيه وفي عامل ماسك الموضوع هناك، انا اقول له العامل ده بيفهم، دي اهم حاجه، يعني العامل ده كان فلاح وكان بيربي بهايم وبيربي غنم وفاهم في الشغلانه، يقول لي لا ده هو انا قلت له هيحط مثلا الاكل بالكيلو، جايب له ميزانه ويقول له مثلا حط 10 كيلو علفه وحط مثلا 20 كيلو مش عارف ايه وجرادل الميه هتغيرها وشكرا على كده، انا مش محتاج منك حاجه والمرتب بتاعك اهو شكرا على كده، يا جماعه التربيه مش كده، انت مش بتتعامل مع صنم،
انت مش بتتعامل مع تماثيل هتحط لها اكل وشرب وتمشي. في حاجه اسمها سنس، في حاجه كل يوم في، يعني كل يوم في جديد في الغنم بتاعتك، كل يوم في جديد. النهارده في اسهال، بكره في كحه، بكره في دمعه، في تنظيف، في حفر ملوي، في عرجه، ده في نطحه هنا، ده في جرح مش عارف في الحته الفلانيه، ده قرن اتكسر. لا مش الموضوع مش كده خالص يعني. الموضوع مش قصه ان انا بحط شويه اكل وشرب، ودايما اقول كده التربيه مسؤوليه. كان عندك عيل صغير، هل العيل الصغير مجرد ان انت بتديله الرضع وشكرا على كده، تحط له شويه الاكل وشكرا على كده؟ لا طبعا، عمرها ما كانت بكده خالص يعني. فالنجاح، نجاح اي مشروع لازم انت تكون، انت تكون فيه. طب يا عم انا لسه ببتدي في اول المشوار وما اعرفش، وما اعرفش الكلام اللي انت بتقول عليه ده، يبقى تتعلم يا ابني، تتعلم، تتعلم قبل ما تحط فلوس في المشروع بتاعك. ما تخشش بقلب جامد يعني، ما تخشش، ما تقولش انا معايا 50,000، معايا 100,000، هنزل اشتري شويه غنم وعشر، ولا شويه غنم وراهم عيالهم، وهحط لهم شويه برسيم وشويه علف وشكرا على كده. انت كده جبت الديب مديله يعني. ولا انت عارف يعني ايه تحصينات، ولا انت عارف يعني ايه ادويه، ولا يعني ايه تجريعات، ولا يعني ايه نسب اكل، والصغير ده بياكل ايه والكبير بياكل ايه، ولا ايه يعني ايه موسم عشار، ولا يعني ايه النعجه طالبه عشر، ولا يعني ايه شيع. انت مش فاهم الكلام ده، ما تفكرش ان التربيه ان انت ما تجيب شويه حيوانات تحط لهم اكل وشرب وشكرا على كده. دي مش شطاره. انت عايز تبدا الموضوع، ابتدي بالراحه، اطلع السلم واحده واحده. انا دايما اقول للمبتدئين كده، اطلع السلم واحده واحده، هات لك نعجتين اتعلم فيهم، حتى يوم لما يضربهم النار ما بقاش فيهم المرق انت ما خسرتش اسمك، اتعلمت فيهم. لما تتعلم فيهم وتتودك في الشغلانه وتبقى انت عارف كل حاجه، كل صغيره وكبيره، ساعتها كبر المشروع يا ابني. التربيه ويعني مشروع الانتاج الحيواني ده اخر حاجه احنا بنحتاجها فيه راس المال. يعني راس المال ده اخر حاجه احنا ممكن نفكر فيه. ما تفكرش ان انت عشان معاك فلوس كتير انت كده هتعمل انتاج حيواني او مشروع انتاج حيواني ناجح. مش هي دي الشطاره والله. انا ممكن يبقى عندي 10 معزات انا باخد منهم انتاج احسن منك، ولو انت بتربي 20 معزه يعني. هي كده والله. انت ممكن يبقى عندك 20 معزه ما بتعرفش تاخد منهم 5 حتت خلف في السنه. لا انا عندي 10 معزات باخد منهم 20 حته خلف في السنه، مفيش حته مني بتموت مني، مفيش حته بتقع مني. مش علشان انا يعني واد فتك وايور وبتاع، دي بركه من ربنا في الاول وفي الاخر، بس انا باخد بالاسباب، بدي تطعيمات، بدي مش عارف ايه، عارف يعني ايه رضاعه، عارف يعني ايه ام لو رفضت ابنها انا هعرف احضر له تحضيره لبن وهرضعه، واخده انا منها وهواليه واحضنه انا عندي وهرضعه يوم كل يوم، مره الصبح ومره بالليل ومش عارف ايه، هعرف اتعامل. الكلام ده مش بيجي من فراغ، الكلام اللي انا بقولك عليه ده مش هيجي من فراغ. انت لو عندك عامل والله ما هيعمل الكلام ده يا ابني. انا هقول انا 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 لو في حبايه واحده، حبايه ذره وقعت وانا بحطها، حبايه ذره، ذره حبايه واحده وقعت مني في الارض، بنزل اطاطي اطاطي اجيبها وانقيها من الارض احط لهم واحطها في العلاف. حبايه ذره، لان ده مالي انا اللي خايف عليه. لو في عود برسيم ولا عود ريس حجازي ولا عود عرشي موجود عندي في الارض، بطاطا لم الورق ولم العيدان ديت وحطها لهم في العلافات تاني. العامل مش هيعمل عندك الكلام ده، وهتلاقيه بيهبط منك علف وبيهبط منك فلوس ويقول لك اصل العلف خلص، اصل مش هو مش هيخاف على مالك زي ما انت هتخاف على مالك. انا ما عنديش مشاكل، انت مش قد، انت يعني مش فاضي او عايز تعمل مشروع، بس لازم عينك تبقى على الموضوع. الناس اللي بتكلمني اليومين دولت، ده انا عامل مشروع في الفيوم، ده انا عامل في الواحات، ده انا واخد عندي مزرعه مش عارف في الحته الفلانيه ومش هبقى قاعد هناك وهروح واجع على المزرعه. حبيب قلبي الكلام ده على عيني وعلى راسي، وانت زي الفل وربنا يرزقك، بس لازم اللي يشتغل هناك لازم يبقى واحد فاهم. مش ينفع ان انت تجيب اي حد من الشارع كده وتقول له تعالى لو سمحت حط لي من هنا اكل وشرب وهديك 1000 جنيه اخر الشهر. ده ما ينفعش، عمرها ما هتمشي كده. انت بتحكم على مشروعك بالفشل من قبل ما يبتدي. مش في المعيز بس، في اي مشروع، اي حاجه فيها روح، اي حاجه هتحط لها اكل وشرب، اي حاجه محتاجه مواليد، بس ما ينفعش خالص الكلام ده. لازم تبقى واقف، لازم الوقفه دي، لازم الوقفه دي تقف تتفرج عليهم كده. مين اللي ما اكلتش؟ مين اللي كح؟ انت بتكح ليه؟ هاتي تعالي شوفك ايه، انت قطعه اكل ولا انت دنيتك ايه، وانت سخنه اصلها درجه حراره، اشوف الدنيا. بسم الله ما شاء الله. معلفه اهي، اهو بص كده، يكون في اي حاجه واقعه. بسم الله.
كيس بتاع اي حاجة غريبة تبدأ تطمن عليهم الدنيا تمام. خلاص الدنيا تمام وماله. بص شوية العرش اللي وقع دول، انا هلمهم اهو، انا هنزل كده اططي اهو واقعد المهم وارمي لهم في العلافات تاني. ده بفلوس، اللي على الارض ده بفلوس. العامل اللي شغال عندك والله ما هيعمل كده، مش هيخاف على ملك كده والله. هقول لك بنزل اططي، لو في حبايه ذره واقعه، حبايه ذره واقعه في الارضيه بنقيها من الزباله بتاعه الارض واحط لهم في العلافه تاني. بسم الله ما شاء الله. شوف استنبط الناس اللي بتتكلم على طريقة الأكل والتغذية. الحاجات الكبيرة أو الأمهات الكبيرة اليومين دول يعني يكفي قوي إن أنت ممكن تحط ربع كيلو علف في اليوم أو نص كيلو علف، علشان بس موضوع العلف غالي شوية، فاهمني؟ يعني ممكن كفاية قوي نص كيلو علف في اليوم، ممكن تقسمه ربع كيلو الصبح للرأس، ربع كيلو الصبح وربع كيلو بالليل، علف بس، علف مركز. وأنا من الناس، أنا تبع المدرسة بتاعت ان انا اخش الاول احط العلف. انا بحب المدرسة دي، ان انا ادخل الاول احط العلفة المركزة تمام للغنم وللمعيز كلهم مرة واحدة تمام، وبعد كده انزل بالتبن، انزل بالمادة الملقة. انا من المدرسة دي، والمادة الملقة دايما تبقى قدامه. يعني انا ما ينفعش العلافة بتاعتي تمام ما يبقاش فيها مادة ملقة. يعني انا دلوقتي امه هيخلصوا البالة بتاعت العرش دي، خلاص هخش دلوقتي اجيب نص بالة كمان وهفردها لهم هنا. ليه؟ لان هو عنده لسه طول الليل موجود شغال منه، اللي هيجوع هيقوم ينتش عودين تلاتة، وعندك لسه كمان الصبح لما عقبال نيجي الصبح تاني يوم ان شاء الله. فانا ما ينفعش عندي الغنم او المعيز انها تجوع. يعني المادة الملقة على طول بطنه مليانة كرش وعمران. ليه؟ لان انا في شتاء، الوقت ده انا في شتاء، فالشتاء عايز دفى، فهو بيحرق كتير، جسمه بيحرق طاقة علشان يدفي نفسه، فهيسقع مني بالليل. هو لما هيسقع هيقوم ياكل عشان يدفي نفسه، وهكذا. في الصيف ممكن ما اعملش الموضوع ده، بالعكس ده احنا في الصيف بنقلل العلف. يعني انا حتى في الصيف في الصبح ما بحطش علفة الصبح عشان الجو بيبقى حر وكلام من ده، بنزل لهم بعلفة واحدة مركزة بالليل وخلاص، لان عشان القصة بتاعت الاحتباس الحراري ومش عارف ايه، ويقولوا احتباس حرارة ممكن يفيص مني يموت مني، فاهمني؟ فأنا من الناس اللي بتشجع المدرسة دي، أو أنا ماشي أصلا على المدرسة دي، إن أنا أدخل الأول إن أنا أحط العلفة بتاعت المركزة، لأن هي دي اللي فيها الفايدة. الحيوان بيبني جسمه من العلفة المركزة تمام، وبعد كده يملى كرشه بأي حاجة، أي تبن موجود عندك حطه، أي تبن، سواء كان بقى تبن احمر، تبن صويا، تبن فول، تبن احمر من بتاعنا اللي هو بتاع البرسيم. وما يفضلش ان انت تحط برسيم في الشتاء بالليل. يعني لو انت من الناس عندك ارض، او انت فلاح وعندك ارض بتزرعها وكلام من ده، ما يفضلش ان انت تحط برسيم بالليل، لان البرسيم بيخليه يعمل حمام بول كتير، لان هو مليان مية، هيخليه يعمل مية كتير بالليل، فالارضية تحت منهم بالليل تبقى مبلولة، هتتبل مش هتنشف، ولما تبقى مبلولة هيسقعوا، ودي حاجة مش كويسة. فالبرسيم هنحطه في فترة النهار بس، عشان حتى لو كده لو في شوية شمس ولا حاجة يحاولوا ان هم يجففوا الايه، يجففوا الارضية بتاعتي شوية تمام. لكن بالليل يفضل، ان انت تحط الاكل كله ناشف. انا بتكلم على فترة الشتاء، يفضل ان انت تحط اكلك كله ناشف. انا اصلا من الناس، انا ما بدخلش عود اخضر عندي في المزرعة خالص، ولا صيف ولا شتاء. يعني البرسيم ده انا عمري ما بدخله عندي، مليان مشاكل ومليان قرف،
من ديدان بقى، من نزلات معوية للحاجات الصغيرة مش عارف ايه، فاهمني؟ اسهالات زي ما انت عايز تقول تقول، خاصة البطن الاولى، البطن الاولانية خالص بتاعت البرسيم دي، تمام؟ يعني زي ما انت عايز تقول تقول، يعني لو هتأكل ممكن تأكل من اول البطن التانية البطن التالتة، بيبقى عود البرسيم نسبة البروتين بتاعته قلت شوية او يعني بقى ناشف شوية، المشاكل بتاعته بتقل. بس انا بقول لك، انا عموما من الناس اللي ما بدخلش اصلا عندي في المزرعة عود اخضر خالص، انا الاكل بتاعي كله زي ما انت شايف كده، اكل كله نواشف. فانت عندك ارض يا عم وبتزرع برسيم وكلام من ده، يفضل ان انت يعني تحش برسيم من قبلها بيوم وتنشره عندك، تنشره على حصيرة على مشمع على اي حاجة وتقلبه، بحيث ان احنا بنقول عليه يدبل، يدبل يعني، وتاكله مدبل. ما ينفعش ان انت تحش ويكون عليه ندى او عليه كلام من ده وتحط اليوم على طول، هيدخلك بقى في اسهالات وانتفاخات وبتاع، احنا في غنى عن الموضوع ده، تمام؟ بص انا كل ده انا واقف قدامكم اهو، خلاص يعني. بص ما شاء الله العلافه بدات تفضى، العلافه كانت قدامك ما شاء الله، خلاص يعني بداوا ايه، بداوا يشطبوا عليه، بسم الله ما شاء الله. على فكره العلافه دي انا اللي عاملها على ايدي، يعني الفكره والتصميم بتاع العلافه دي ان هو ياخد 3 بلات اصلا، يعني عاملينها بالسيستم يعني ما شاء الله. حتى الـ انا كنت اصلا منزل الفيديو بتاعها قبل كده ان انا عامل الشبك اللي فوق ده، الشبك اللي فوق ده مش عامله ان هو صغير، العلافات اللي هي بتبقى جايه جاهزه بيبقى جاي لغايه هنا، بيبقى المثلث ده كده حاجه صغيره خالص يعني. لا انا بص عامل الارتفاع قد ايه اصلا، ارتفاع كبير خالص، يعني اعملها بسيستم بحيث ان دي ممكن تشيل افتح فيها 3 بلات، احط بلات عرش واحط جنب منها بلات دريس حجازي مثلا كمان ولا حاجه، ودي بيقف عليها بتاع 20 راس، يعني دي تكفي 20 راس بالظبط، ويمكن اكتر لو حاجات صغيره احجامهم صغيره بتشيل اكتر من كده يعني. بسم الله ما شاء الله. فانا بقول لك الحته بتاعت البرسيم دي ما ينفعش ان انت تاكل برسيم اخضر بالليل، حط اي اكل ناشف اي تبن بالليل عشان بطنهم يبقى ما يعملوش حمام بول كتير تحت منهم فالارضيه تبل فيسقعوا منك، تمام؟ خاصه ما يكون عندك مواليد، عايز تحط برسيم حط برسيم الصبح بس. لكن انا ما باكلش برسيم اخضر خالص، انا احب الاكل بتاعي يبقى ناشف كده، الفايده فيه طبعا بتبقى اكتر، والمشاكل بتاعته مشاكل بتاعته بتبقى اقل اصلا، الاكل اللي هو الناشف ده ايا كان، اي اكل ناشف احسن من البرسيم مليون مره يعني. لكن من اول البطن الثالثه البرسيم ممتاز حلو خالص، حتى بيكون الجو بدا يحرر، لو انت سبته في الارض وحشيته مثلا الساعه 12 الظهر ولا الساعه 3 مثلا على عصاري كده، تكون الشمس منشفاه فاهمني، وتحش منه وتاكل منه بيكون ممتاز جدا يعني. طبعا بقى البرسيم الحجازي لا يعلى عليه بقى يعني، ما ده الطب يعني عمهم كلهم يعني، بس بقى غالي خالص اليومين دول، طن وصل ل6500 ول7000 جنيه كمان. فالناس طبعا الناس اللي عايشه في الوادي والناس اللي عايشه في الواحات وادي النطرون، الناس اللي عندهم اراضي او انت مثلا مزارع عندك ارض وكلام من ده، قصه ان انت عندك ارض وبتحش منها وبتحط لهم دي حاجه محترمه جدا وهتوفر معاك في التكاليف. بس زي ما بقول لك، حاول ان انت تفرد البرسيم وتدبله، تسيبه يعني يوم كده ينشف وتقعد تقلب فيه وتحط لهم وهو متدبل، ما ينفعش ايه يبقى مبلول عليه ميه وكلام من ده وتحط له الغنم عندك، هيعمل عندك مشاكل. يعني كده الفتره الجايه ان شاء الله كل يوم كده انا بقول لكم ايه، على شويه كلام شويه معلومات على قد ما بقدر والله، ربنا يصلح الحال وييسر الامور. اي حد عنده اسئلة عنده حاجة عايزنا نتكلم في حاجة، في نسب علف، في نسب مش عارف ايه، رؤية الانتاج الحيواني السنين اللي جاية والفترة اللي جاية هتروح فين وجاية منين، ادينا ايه بندردش مع بعض، ادينا بنتكلم مع بعض يعني. بسم الله ما شاء الله. شوف القطوطة اللي هناك دي، دي بنت الذكر لسه حتة كده ايه،
خد المول رر. رر. من أهم العلامات لحيوية القطيع عندك العين لغة العين بتاعتهم، لغة العين. العين دي بتقول لك كل حاجة، الله العظيم عين المعزة بتقول لك كل حاجة. بص يا باشا، بص، شاف عينيها كده جميلة خالص ومية مية، وساعات كده تخش تلاقي العين دبلانة، الجفن ساقط سنة، فاهمني؟ يعني مش هي دي عينيها، يعني انا مش عارف اوصفها. لا، زي ما قلت لك ان الموضوع ده بيكون سنس، بيبقى بالاحساس كده، بالخبره كده، عارف انت بتبقى اصلا حاسس بيهم، انت عارف هم فيهم ايه من غير ما يتكلموا. يعني مجرد بقول لك ان انت تبص في عينه انت عارف ان هو تعبان، تبدا ان انت تفحصه وتشوف هو عنده ايه او هو فيه ايه، يعني فاهمني؟ العين، يعني بص الموضوع ده في والله ما في، مش في الميز بس والله، لان انا علشان بس كنت بربي برضو حمام وبربي عصافير وبربي فراخ وكتاكيت ووز وبط، يعني انا ربيت كل ما تتخيله ربيته. حتة العين بتاعت الكائن الحي دي فظيعة، ان انت تخش الفرد الحمام تلاقي العين بتاعته دبلانة ساقطة سنة كده اعرف ان هو تعبان على طول. الفرخة كشة، ده نفشة ريشها، ده مش عارف ايه. الديل الغنمية، بص الديل دايما عامل ازاي. بص الديل دايما مرفوع لفوق. بص الديل عامل ازاي. الديل هنا اهو بص لازم الديل يبقى لفوق. بص الديل مرفوع لفوق ومنتصب كده وواقف كده وماشية بتقول لك انا هوت مختار يا بط، فاهم؟ يعني قصة الديل دي برضو اول ما تخش تلاقيها ركنة. بص العين ما شاء الله، دي طبعا القطقطة بتاعتي بموت فيها، دي معزتي المفضلة، لازم كل يوم اديها شوية هرش كده. يعني هي دي الحاجة اللي بتهون على الواحد والله، ان انت يبقى عندك حتة كده عارفاك كده، فاهم؟ تأكلها من ايدك وبتاع. ان شاء الله هي لو ما خدتش جرعه الهرش بتاعتها في اليوم ما تمشيش، يعني لازم كده تقف تشد في التيشيرت وتقعد تاكل في التيشيرت بتاعي وبتاع. ايه على فكره، يعني في حديث عن الرسول نهى، انا ما كنتش اعرف الموضوع ده والله، يعني الواحد كل يوم برضو سبحان الله بيتعلم، يعني نهى ان انت تضرب الغنم والميز على وشها كانك بتضربهم بالقلم. يعني حاول قدر الامكان وانت بتتعامل معاهم اتعامل معاهم كانهم بني ادمين. انا كنتش عارف الموضوع ده والله، يعني هو الحديث ده وقع قدامي كده بالصدفه. يعني هو نهى عن الصفع بتاع الايه، وجه الغنم وجه المعيز، يعني ما ينفعش ان انت تضربها بالوش، يعني تضربها جامد كده على وشها وانت بتكرشها وكلام من ده، ما ينفعش خالص. بص بقى، بص العين عامله ازاي. العين مفتحه، فاتحه خالص اهي، فاهمني؟ مش دبلانة، في حيوية، الديل بتاعها لفوق، فاهم قصدي؟ او كل الكلام ده هيفرق معاك خالص لو انت لسه واحد مبتدئ. بقول لك من العين بس، تمام؟ دخلت على الاكل، وقفت كلت ونطحت وزقت زميلتها علشان تاخد لها مكان على الطوالة، فاهمني؟ وبعد كده راحت شربت، تمام؟ وبعد كده وقفت عملت عملية اكترار، قعدت تطلع الاكل اللي كان في كرشها ده وتهدمه تاني مرة تانية، فاهمني؟ وراحت واقفة بقى في جنب، واقفة عمالة تكتر كده، يعني 95% بنسبة 95% ان شاء الله بعون الله القطيع بتاعك زي الفل، مفهوش اي حاجة اصلا. يعني هما لو عملوا كل اللي انا قلت لك عليه ده مفهومش حاجة، هما كل يوم اصلا دي الطبيعة بتاعتهم، الاكل والشرب، وبعد كده يقفوا يعملوا عملية الاكترار دي، فاهمني؟ لو في حاجة بقى، في اي ديفكت بقى من اللي انا عمال بقوله ده، تمام، اعرف كده ان في عندك مشكلة. بص هتلاقي بقى دي هي واقفه اهي، هتبدا بقى تروح ايه، واقفه بقى كده قاعده تقطر بقى دلوقتي وتطلع الاكل اهو. بص دي العمليه اللي انا بقول لك عليها، شايف عمليه الاكترار دي اهي، دايما كده بقها عم شغال، بقها دايما شغال، طول ما بقها شغال يعرف ان الدنيا تمام. ما شاء الله
ففي علامات كده، علامات يعني تخش كده تلقط ده وتلقط ده وتشوف. يعني السنس اللي انا بقولك عليه ده مهم جدا والله العظيم في التربية. يا لول عاملة ايه؟ عاملة ايه؟ كسرة كام بقى؟ هي لسه قافلة قافلة فيها. خد يا بامو شوف ولا سنك كبرت كبرت يا مول عيال. كام؟ وريني كده بعلمكم انا موضوع السن ده. هي كده بتساوي في الخناصر على فكرة، يعني تادي كده بتساوي في الخناصر. هي اصلا دي تعتبر تاني سنة ليها عندي في الانتاج يعني، بس ما شاء الله والله ما شاء الله عليها يعني. نتاية خلف وساء بسم الله ما شاء الله، تمام محترمة جدا. يعني هعمل لكم فيديوهات تانية. الناس اللي ما بتحبش النتاية القفلة، عندي انا مشكلة الصراحة من الزباين اللي بيقولوا لي انا عايز معزة، عايز معزة لباني، انا عايز معزة كسرة جوز من اول اربعة وطالع، ما بحبهمش. بحس يعني بعرف ساعتها ان ده مبتدئ يعني، يعني فاهم، هو مفكر نفسه بيشتري عربية، عايز عربية مثلا ايه ما مشيتش يعني، هو عايزها استعمال بس ما مشيتش كتير يعني، مفكر ان هو بيشتري عربية مثلا ولا حاجة. فاول ما الاقي في زبون بيكلمني يقول لي انا عايز قطيع معيش شامي ولا عايز معيز مش عارف ايه او غنم وكلام من ده، ويبقوا كلهم لباني، لباني مثلا وكسر جوز، اكتر من كده ما مش عايز يعني. اعرف ان هو لسه مبتدئ وان هو مش فاهم حاجه في السوق ولا رب اصلا قبل كده، بمجرد ان هو يقول لي الكلمه دي والله فاهم يعني، بيبان الناس المبتدئه بتبان يعني. الراجل الغاوي والراجل الفاهم. في مثل كده يعني، مثل يقول لك ايه، old is the gold، معزة